السلام عليكم البنات، كي دايرات؟ بخير، لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا دائما في افضل حال. مرحبا بكم معايا في القناة. كنتمنى ان شاء الله الا كنتوا اول مرة كتشاهدوا القناة ديالي، فما تنساوش انكم تشتركوا معي في القناة، وكذلك ما تنساوش لايك للفيديو وتفعلوا الجرس البنات باش يوصلكم اي جديد كنديرو على القناة ديالي. فاليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الوصفة رائعة، وصفة مجربة 100%، وصفة من جدتي. هاد الوصفة هادي قالتها لي جدتي هي اللي قالتها لي، كانوا كيستعملوها بزاف ديال العيالات شحال هادي. فوصفة اكثر من رائعة، وبغيت انني نشاركها معكم ان شاء الله، نشاركها مع البنات اللي ان شاء الله نتمنى والله يرزقهم بالذرية الصالحة في هاد الأيام المباركة في هاد رمضان. فالبنات حاولوا أنكم تستغفروا، وفي نفس الوقت حاولوا أنكم تقيموا الليل والدعاء لله سبحانه وتعالى. فهاد الوصفات غير هما السبب، فالكمال على الله. وكما قلت لكم، فبزاف ديال السيدات حملوا بهاد الوصفة هذه، وبغيت باش نشاركها معكم. فالمكونات ديال هاد الوصفه كما كيبان لكم، هنا عندنا ليمونه هي هادي، وهنا عندنا حب رشاد ليمونه وحب رشاد، وهنايا عندنا هنا الزعفران كما كيبان لكم. فالزعفران هو هذا، وهنا عندنا اتاي. هادو هما المكونات ديال هاد الوصفه. دابا غادي نوريكم كيفاش غادي تستعملوها. اول حاجه غادي ناخذ الليمون، غادي ناخذ الليمونه اخر يوم من الدوره الشهريه، بحال مثلا بقات فيك الدوره الشهريه 5 ايام، اليوم الاخر فيها والغد لي ان شاء الله غادي الغد لي غادي تدوشي او تغتسلي من الدوره الشهريه. كتاخدي هاد الليمونه هادي بحال هكا، كتاخديها وكتحاولي انك تحليها من هنا، غادي تحاولي انك تحليها بحال هكا كما كيبان لكم، تحاولي انك تحليها من هنا فيها الماء، بحال كتحليها بحال هكا. تحلي بحال هكا وتهزي هاد حب الرشاد وتخويه، عاودي عاوتاني تحلي الجهة الأخرى. المهم تحاولي أن هاد الليمونة هادي تخشي فيها تقريبا كاع هاد حب الرشاد هذا، ماشي هذا كله، غير تقريبا نقولوا ملعقه صافي. غادي نزيد غير واحد شويه هنايا صافي بحال هكا، ونحاول نديرها حتى من الفوق على هذا الشكل هذا البنات، شو نحلها من هنا، مش غير نخشي فيها الموس، ونحاول اننا ندخل هاد نخوي فيها هاد حب الرشاد كما كيبان لكم على هاد الشكل هذا، وكنعاود نغطيها بحال هكا، كنعاود نغطيها على هاد الشكل ونحطها ونخليها. هادي كنصوبها بالليل، اخر يوم في الدوره الشهريه كنصوب هاد كندير هاد العمليه هادي، والغد لي ان شاء الله الغد لي كنستحم. ملي كنستحم بالليل مثلا بالليل صافي سالات من العاده واستحميت، كناكل هاد الوصفه هادي. دابا صوبتيها بالليل، الغد لي استحميتي، كتاخدي كتاكلي هاد الليمونه هادي، كتاكليها في الصباح
يعني انا وقت ما استحميتي المهم تكوني ديك الساعه يعني اغتسلتي وكتاكلي هاد الليمونه هذه، يعني بحال مثلا كتصاوبيها بالليل وتصلغد ليها عاد باش كتهزيها كتاكليها، وبالليل بالليل يعني تكون بالليل ان شاء الله يعني غتكون المعاشره ما بين الزوج ديالك اتاي بالريد ديال اتاي، وغادي ديري فيه الزعفران الحر، هو هذا الزعفران الحر غديريه في هاد اتاي كما كيبان لكم، غديريه في هاد اتاي وغادي تشربيه انتي والزوج ديالك، يعني كاس لك انتي وكاس، المهم هاد البراد هذا تفرقوه جوج كيسان ليك وجوج كيسان لي ولا كاس على حسب، المهم ديروا فيه كميه من الزعفران وان شاء الله تكون في ديك الليله تكون يعني المعاشره، وفي الليالي يعني التاليه او الاتيه فكما قلت لكم وصفه من عند الجده ديالي، وصفه رائعه البنات وجربوها راه حب برشاد رائع، يعني كيحيد كاع داك البروده اللي كتكون في الرحم، وكذلك حتى هاد الزعفران فهو كذلك ما كاينش بحاله في هذا يعني اللي عنده البرد او عنده المشاكل ديال البروده، وكينقي يعني كيحيد كاع هذوك الاوساخ اللي كاين في الرحم، فوصفه البنات مؤكده ووصفه حملوا بها بزاف ديال البنات، فكنتمنى منكم يعني اللي كتمنى الذريه الصالحه فالله يسهل عليها والله يعطيها ما تمنات في الخاطر ديالها، وهذه وصفه كما قلت لكم مجربه من عند الجده ديالي، يعني ماشي هي اللي استعملوها بزاف ديال الاخوات، يعني في المنطقه ديالنا في البلاد استعملوها بزاف ديال السيدات وحملوا بها، وكنتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم انها تكون نالت الاعجاب ديالكم، وكنتمنى انني ما نكونش طولت عليكم، والى اللقاء في وصفه اخرى ان شاء الله او فيديو اخر ان شاء الله، السلام عليكم.